بسم الله الرحمن الرحيم. معكم حسين عصران مدرس الأحياء بمدرسة أمون الزيتون. اليوم سوف يتم دراسة الباب الأول في الأحياء لصف الثالث ثانوي، التركيب والوظيفة في الكائنات الحية. سيتم دراسة الفصل الأول الدعامة والحركة في الكائنات الحية. الدعامة والحركة في الكائنات الحية، نبدأ بالدعامة في النبات. النبات له وسائل وأجهزة دعامية تدعمه وتحافظ عليه. قد تكون تلك الدعامة فسيولوجية أو تركيبية، والدعامة الفسيولوجية تتناول الخلية ككل. الدعامة الفسيولوجية أمثلة لها ثمار الفاكهة المنكمشة إذا وضعت في الماء أو الثمار الضامرة في الماء. نلاحظ أن تلك الثمار سوف تمتص الماء وتكبر في الحجم. وإذا أخذنا اللي هو البذور الغضة زي البسلة والفول وتركت لعدة أيام، فإنها تنكمش ويزول انتفاخها نتيجة لفقدها للماء، وبالتالي يزول انتفاخها وتوترها. الخلية يقال إنها انتفخت إذا دخل فيها الماء بالخاصية الأسموزية. يصل الماء إلى الفجوة العصارية فيزيد حجم، وبالتالي يضغط أو تضغط جدار الفجوة العصارية على بروتوبلازم الخلية ويدفعه نحو الخارج فيتمدد نتيجة لزيادة الضغط عليه. ومن أمثلة ذلك أيضا ذبول سيقان وأوراق النباتات العشبية عند جفاف التربة، وإذا رويت بالماء مرة أخرى تستعيد استقامتها نتيجة لانتفاخ خلايا أنسجتها الداخلية. ثانيا، الدعامة التركيبية. النبات يلجأ إلى الدعامة التركيبية بأن يرسب بعض المواد في جدر الخلايا. فالدعامة التركيبية هي المسؤولة على الحفاظ على أنسجة النبات. بيزيد سمك جدر خلايا البشرة أو يرسب عليها مادة الكيوتين. تلك المادة معروف أنها غير منفذة للماء. أو يحيط النبات نفسه بطبقة فلينية غير منفذة للماء، يرسب فيها مادة السيوبرين. وقد يرسب في جدر تلك الخلايا مادة السليلوز أو اللجنين ليكسبها صلابة وقوة. وأمثلة ذلك الخلايا الكولانشيمية والخلايا الإسكالرانشيمية التي تشمل الألياف والخلايا الحجرية. وتلك الخلايا تعمل على تدعيم النبات.